التفجيرات الإسرائيلية الضخمة والمتلاحقة التي أغارت على موقع أمين عام حزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، قادت فوج الهندسة التابعة للجيش اللبناني بالتعاون مع الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية إلى البحث بشكل معمق لأخذ عينات من موقعين يشتبه باحتوائهما على بقايا يورانيوم وفق مختصين. الأمر الذي أثار تكهنات حول استخدام إسرائيل لقنابل تحتوي على اليورانيوم المنضب في عمليات قصفها، خصوصا وأن حجم الدمار اخترق الأرض وعدت مباني لعشرات الأمتار، وهو ما يتطابق مع آراء خبراء غربيين مستقلين رجحوا استخدام نوع من الأسلحة الأمريكية لا سيما الجيل الثالث بلو 137 بي والصواريخ النوعية التي تحتوي أغلفتها على مجموعة من المتفجرات واليورانيوم المنضب، نظرا لطبيعة الانفجارات التي أحدثتها الغارات ولون الدخان المتصاعد من هذه الغارات. لكن نقابة الكيميائيين في لبنان فضلت التريث قليلا قبل إطلاق حكمها بانتظار ظهور النتيجة القاطعة للعينات الأولية التي تحتاج تقريرها لعدة أيام. هذه الشكوك أثيرت أيضا بعد إصرار إسرائيل على ضرب طوق ناري حتى اللحظة لمنع الوصول إلى مواقع أخرى مهمة في الضاحية، خصوصا المكان الذي أعلنت فيه اغتيال هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الذي كان مرشحا بارزا لخلافة حسن نصر الله. وفي حوادث سابقة رصدت الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استخداما واسع النطاق للفسفور الأبيض أطلقته إسرائيل على مناطق في الجنوب اللبناني والإبقاع بكميات هائلة، واعترفت حينها باستخدام قنابل مضادة للتحصينات وهي وفق خبراء قد تحتوي على اليورانيوم المنضب. كما يذكر بأنه تم تزويد إسرائيل ب14,000 قنبلة أمريكية من النوع الثقيل قبل وبعد 7 أكتوبر العام الماضي وفقا لرويترز، لتبقى النتيجة شبه نهائية بحاجة إلى دعمها بعينات إضافية من مواقع أخرى لإثبات ذلك من عدمه. من بيروت ينضم إلينا مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي. أهلا بك دكتور بلال على قناة ومنصة المشهد. بداية، ما الأدلة العلمية والتقنية التي تعتمدها الهيئة اللبنانية اليوم للتحقق من استخدام أسلحة محرمة دوليا مثل اليورانيوم المنضب؟ أول شيء أستاذ مساء الخير لك والعيدين. موضوع التحقق من موضوع اليورانيوم المنضب، إذا تم قصف أي موقع من المواقع بهيك أنواع من الصواريخ شغلة معقدة جدا. فنحن كهيئة رسمية عم نشوف دائما تقارير صحفية وإعلامية بهذا الموضوع. حتى في ناس، بعض الخبراء اللبنانيين، بعض الخبراء بين هلالين، يعني بعض المتخصصين بمواضيع الكيمياء والفيزياء وإلى آخره، أشاروا على تقارير تم نشرها من قبل خبراء دوليين ريسنتلي حكيت على موضوع استخدام اليورانيوم المنضب بطريقتين. الخبراء اللبنانيين اعتمدوا على قوة الانفجار واعتمدوا على الألوان اللي انشافت من بعد الانفجار، خصوصا بانفجارين كبار بضاحية بيروت الجنوبي، واعتمدوا حتى على بعض الروائح. في هذا الشيء نحن بالنسبة لنا اليورانيوم المنضب هي مادة غير متفجرة، يعني مش إذا في يورانيوم منضب بيكون الانفجار كبير، ومش إذا في يورانيوم منضب بيكون الألوان اللي عم تطلع بالانفجار لون أحمر أو لون فضي أو لون أخضر مثل ما عم نسمع يمنة ويسرى مثل ما بقول. هذه أول شغلة. الشغلة الثانية فيما يخص الخبراء الأجانب اللي حكيوا بهذا الموضوع وطلع بعض التقارير اللي نحن اطلعنا عليها، ومنا غريب علينا هذه التقارير، اطلعنا على نفس التقارير تقريبا من نفس الخبراء هلا زادوا شخص أو شخصين بعام 2006 بعد حرب تموز 2006، اللي نحن بالنسبة لنا سمعنا بنفس الخبراء وبنفس التقارير أنه إسرائيل قد استخدمت قنابل تحتوي على اليورانيوم المنضب. نحن بوقتها على البارد، يعني من بعد ما انتهت الأعمال الحربية بين إسرائيل وبين حزب الله، إمنا نحن والجيش بالتعاون يد بيد وزرنا أكثر من 150 موقع
بيعتبرون الجيش مواقع مشبوهة، لأنه ما فيك تزور أي موقع وتأخذ منه عينات. بده يكون في عندك جايد عسكري اللي بيفهم بهذه المواضيع، وهو بيدلك على أي مواقع لازم تروح أنت وياه وتجيبوا عينات من هونيك بطريقة احترافية. فزرنا أكثر من 150 موقع وجبنا أكثر من 350 عينة بوقتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتعاون مع الوكالة العربية للطاقة الذرية والدبليو اتش او. أخذنا العينات سوا، انقسمت بعض العينات يعني بيناتنا وبين بين الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية وبين البرامج اللي قلت لك إياها، وعملنا التحاليل. ضلينا 3 أشهر تقريبا بين جمع عينات واعتيان وتحاليل، وعملنا مؤتمر صحفي بجنيوري 2007 ببيروت مع كل هالمنظمات اللي قلت لك إياهم، وأعلننا خلو كافة العينات من كافة المواقع المقصوفة اللي تم أخذ العينات منها من أي أثار لليورانيوم المنظم. وبلشت هذا الموضوع تقول لك إياه بكل صراحة، يعني نحن مش قصة غربة عنه، نحن عارفين هذا الموضوع بتفاصيله المملكة. يعني عفوا على المقاطعة دكتور بلال، في الضربات الأخيرة والغارات على الضاحية الجنوبية، هل استطعتم من جمع مثل هذه العينات؟ هل فحصتم هذه العينات؟ هل هناك أي نتائج أولية؟ بهذا الموضوع نحن عادة نأخذ الأمور على البارد، يعني لما الحرب تنتهي نقدر نفوت على المواقع، ولكن بإصرار رئيس الحكومة اللبنانية لما سمع بكل هالتقارير اللي عم تنزل يمين وشمال بموضوع اليورانيوم المنظم، تمنى علينا أنه نعمل شيء حتى خلال الحرب، وهذا اللي صار. فتم الاتصال بقيادة الجيش مثل ما حضرتك قلت بالمقدمة، ورحنا نحن وفوج الهندسي زرنا موقعين بالضاحية الجنوبية من مدة أسبوع تقريبا، واليوم الشباب كمان الخبراء الهيئة راحوا مع الجيش وزاروا 5 مواقع مختلفة بالضاحية الجنوبية وعلى تخوم الضاحية واتخذ عينات. العينات الأولية اللي اتخذت من الموقع الأساسي هي اتخذ 5 عينات، اتخذت بحرفية، لأنه بتعرف موضوع اليورانيوم المنظم فيك تاخذ، يعني بتروح بتزور الموقع تعمل سيرفي بأجهزة محمولة وبتشوف من وين لازم تاخذ عينات، بدك تاخذ عينات قريبة جدا من الإمباكت تبع الصاروخ. فهذا اللي صار. من الـ5 عينات اللي اتاخذوا بنعتبرهم نحن significant sampling من الموقع الرئيسي، طلع نتائج لليوم لـ4 عينات منهم من 5. جميل، ما هي هذه النتائج؟ الـ4 بيظهروا خلو 100% من اي اثار لليورانيوم المنظم، فيها بس يورانيوم طبيعي مثل اي تربه موجوده، ومثل التربه اللي بعيده عن الموقع عده امتار او كيلومترات بلبنان. هذه العينات التي أظهرت خلوها من اليورانيوم المنضب كانت من المناطق التي اغتالت فيها إسرائيل حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية أم من مناطق أخرى؟ أنا لا بموقع، أنا بالنسبة لي اللي بعتبره الموقع الأكثر شبهة بالنسبة للجيش اللبناني اللي تم ضربه بقنابل أو بصواريخ ضد التحصينات. طيب، هل لاحظتم ايضا يعني اي اشعاعات او يعني اشعاعات كيميائيه غير عاديه في المناطق التي يعني كانت فيها غارات عنيفه في الضاحيه الجنوبيه، كالمناطق التي استهدف فيها مثلا هاشم صفي الدين؟ على هذيك المواقع ما رحنا، ولكن بالمواقع اللي زرناها، المواقع اللي زرناها نحن كان التوجه تبعنا محصور بموضوع الاشعاعات مش بالموضوع الكيميائي. هلا في خبرة كثير عم يحكوا على موضوع الروائح اللي عم تطلع والى اخره، هذا من انواع المتفجرات المختلفه، التركيبات الكيميائيه اللي عم بتم استخدامها. ولكن نحن فيما يخص الموضوع الاشعاعي تم مسح اشعاعي ميداني للموقعين من اسبوع اللي حكيتك عنهم واتاخذ منهم عينات، واليوم تم الـ5 مواقع مسح اشعاعي ميداني، بنفس الوقت تم أخذ عينات. العينات اللي تم أخذها من أسبوع تقريبا طلع 80% من نتيجتها 4 عينات من أصل 5، والنتيجة هي سلبية فيما يخص اليورانيوم المنضب، أو مثل ما بيحكوا حتى بساينس فيكشن بيحكوا باليورانيوم المخصب، لا يورانيوم مخصب ولا يورانيوم منضب بالعينات اللي تم أخذها بالتعاون مع الجيش من المكان الأكثر شبهة في الضاحية الجنوبية لبيروت. طيب،
اليوم دكتور بلال، هل توجد إمكانيات أو تقنيات جديدة لدى الهيئة أو تحتاجها الهيئة لتعزيز قدرتها على تقييم تأثير هذه الهجمات الإسرائيلية بشكل دقيق وما إذا كانت تحتوي على اليورانيوم المنضب؟ شوف أستاذ، موضوع التقنيات موجودة والخبراء التقنيين والعلميين موجودين. نحن مختبراتنا في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية يعني أقل ما يقال عنها هي مختبرات معتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء هيك أنواع فحوصات، وخبراءنا معتمدين لدى الوكالة كخبراء يعملون مع الوكالة في عدة مناطق في العالم. ففيما خص التقنيات موجودة، من الألفا سبكتروسكوبي، من الجاما سبكتروسكوبي، ومن الآي سي بي ملتي كولكتر ماس سبكترومتري، تقنيات موجودة. حتى بموضوع تلوث الهواء اللي نحكى عنه، نحن بدأنا عم نعمل سامبلينج للأيروسولز، للغبار اللي بالهواء بمناطق جدا قريبة من مواقع القصف المشبوه بالضاحية الجنوبية، وبدأوا الخبراء بتحليل هذه العوالق لغبار الهواء من يوم، يعني تقريبا لهم 24 ساعة أخذين عينتين من الضاحية الجنوبية وعينتين من خارج نطاق القصف لا يتم المقارنة فيما يخص اليورانيوم وغير اليورانيوم. طيب، أيضا هذه النتائج التي تتحدث عنها حتى اللحظة هي ليست نتائج نهائية، هناك عينات حتى اللحظة قلت لي أنها ما زالت يعني قيد الدراسة وقيد التحقق منها. أنا عفوا، أنا فيما يخص الموقع اللي عم بحكي فيه، الأربع عينات من أصل خمسة هذه نتيجة نهائية. يعني لما نحكي بنحكي على هذا الموقع. هذا الموقع. ما معناته إنه بموقع تاني لم يتم الاستخدام. نحن ما فينا نجزم إذا تم استخدام أو لم يتم استخدام. طيب. إلا بعد تحليل العينة. طيب، هنا نتساءل في حال تم التأكد من استخدام اليورانيوم المنضب في أحد المواقع، ما الإجراءات التي ستتخذونها وكيف ستوثقون ذلك مع المنظمات الدولية وكيف ستوصلون رسالتكم إلى المجتمع الدولي؟ طب هذا السؤال المفتاح. إذا تم رصد أي أثار لليورانيوم المنضب، بيصير في تقييم لتركيز لليورانيوم المنضب في التربة والهيئة الكيميائية تبعي. لا أشرح لك شو معناه. فضل. اليوم نحن بقلب التربة موجود اليورانيوم الطبيعي اللي هو اليورانيوم 235 واليورانيوم اللي بيستعملوه بالسلاح، وال 238 اللي هو من بعد ما تسحب ال 235 منه بيصير منضب أكثر وأكثر. فموجودة بكميات من 0.1 جزء بالمليون ل 1000 جزء بالمليون، يعني في عندك سبيكتروم كتير كبير فيما يخص التركيز لليورانيوم الطبيعي الموجود. الكميات إذا كان بدنا نحن عم نفترض أنه تم استخدام يورانيوم منضب في موقع من المواقع، بيتم تقييم بيئة لهذا الموقع، بيتم تقييم الموقع بحد ذاته قديش كمية اليورانيوم، قديش الكونسنتريشن تبعية اليورانيوم هونيك، وقديش شو كميته بالهواء. وبهذه الطريقة بتعمل health risk assessment لهذا الموضوع. وهذا نحن بالنسبة لنا عنا مثل محاكاة لهذه المواضيع حسب أنواع المواد المشعة الموجودة وحسب تراكيزها. نعم. بنفس الوقت الهيئة اليوم عندها شبكة مؤلفة من 26 محطة رصد إشعاعي. نعم. بكر، ومنهم اثنين قريبين جدا، يعني واحدة على طريق المطار اللي هو مركز هيئة الطاقة الذرية، وواحدة بنص بيروت، واثنيناتهم قريبين من القصف. لم يسجلوا شيء على الاطلاق الا الباك جراوند اللي بنسجله بشكل روتيني كل يوم. نعم. هلا فيما يخص التعاون مع المنظمات الدوليه، نحن اللي ضابط الاتصال الوطني مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، مع الديبارتمنت تبعيه السيفتي، عم نتعاون نحن وياهم مثل ما تعاوننا بال 2006. اي موقع حيكون فيه يورانيوم منضب حيتم زيارته مع الوكاله ومع برنامج الامم المتحده للبيئه ومع الدبليو اتش او، لنشتغل كلنا مع بعض لنطلع بنتيجه نخفف اثارها الصحيه على الناس بكل تاكيد. واضح. شكرا لك من بيروت مدير الهيئه اللبنانيه للطاقه الذريه الدكتور بلال نسولي.